هنا ايضا راح نشوف انه هذه الصوره هي لنفس المكان، لمجرد ما احنا غيرنا اتجاه الكاميرا ونزلنا ويا الارض وصورنا راح نشوف حصلنا على هذه اللقطه اللي تعتبر يونيك عن اللقطه الاولى. الاولى كلش عاديه. لذا احنا شنو اللي نقوله شباب؟ خليني بس اشرح لكم، اوضح لكم نقطه على هذا الموضوع. كل الناس العاديه العيون مالتهم بالراس، وكل الناس تباوع على الاشياء من مستوى النظر. ما عندنا ناس الاطوال مالتهم 10 امتار، ولا عندنا ناس الاطوال مالتهم 30 سنتيم. الاطوال متقاربه، يعني رينج الاطوال من خلينا نقول من متر، متر وعشرين الى مترين، هذا الرينج. فالناس كلها تباوع على الاشياء والاجسام واللاندسكيب والمكان، تباوع عليه من نفس الزاويه. انت كمصور من المفترض تشوف الناس هذه المكانات من زاويه مختلفه. يعني ما شفنا في يوم واحد واقف بالقاع هيجي ومن دار ما اعرف شنو راد يباوع على بنايه، لا، يباوع على البنايه من مستوى النظر، او يباوع على جبل او بحيره معينه. ما شفنا واحد انبطح بالقاع وباوع هيك وشاف، بس المصور ينزل بالكاميرا لمستوى الارض وياخذ لقطه اوسع من زاويه العين، ومن القاع يطلع للسماء، راح يشوفني يونيك برسبكتيف، راح يشوفني جزء فريد من نوعه لهذا المشهد، يختلف عن اي واحد يشوفه. لذلك لا تصوروا انت واقف، لا تصوروا انت من زاويه الوقوف مالتك تمشي وسوي طق 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 وتصور من نفس الزاويه مالتك، هذا غلط. المصور الناجح هو المصور اللي يوقف بزوايا تختلف تماما عن الزوايا اللي الناس تباوع عليها. كلنا شفنا الضجه اللي صارت على مصور رئيس الوزراء. الضجه اللي حصل عليها سواء سلبيه او ايجابيه كانت بسبب شيء واحد، انه هو ده يختار يونيك برسبكتيف، ده يوقف بمكانات الناس مو كلها توقف بيها. فهذه مهمتك انت كمصور، تشوف الناس الاماكن وتشوف المعالم وتشوف الاشياء من زاويه نظر ومن بوينت اوف فيو تختلف عن الناس الطبيعيه اللي تشوفها تشوف من عندها المكان. فركز على هاي النقطه دائما، وحرك الكاميرا مالتك دائما، لا تبقى جامد وواقف بمكانك وتصور. تمام شباب؟ ممتاز. اوكي نكمل. ممتاز. الان راح نشوف كل ما نغير زاويه الرؤيه للمكان، هنا راح نشوف انه هذه الصوره نزلنا للزاويه شويه بزاويه الرؤيه حصلنا على هذه الاتجاه، بعدها اذا نزلنا اكثر راح نحصل على يونيك برسبكتيف. يعني الان نتباوع على هاي الصوره ما تعرف ان مدى تقدر تفهم هذه ايش قد الحجم مالتها، راح تتخيل انه هذه الملحيه الصخور الملحية ارتفاعها عالي، حجمها كبير، ماخذة مساحة كلش كبيرة، ممكن لو أول ما تباوع عليها تحسها صورة من فوق الغيوم، في حين هي تباوع عليها هي هنا أشياء كلش صغيرة هيك قد الأصبع يمكن. فيونيك برسبكتيف ركزوا عليها. الآن خلونا نشوف هذا المثال الثاني أيضا، راح نشوف هنا هذه الصورة مصورها من يا زاوية، من الزاوية اللي هو واقف بيها وأخذ اللقطة، لكن الآن من إجينا إلى هذه الزاوية ونزلنا بمستوى النظر راح نشوف أنه اللقطة تغيرت جذرياً وأنطتنا تكوين يختلف جذرياً عن الصورة اللي أو عن بالمرة الأولى. هنا أيضاً يونيك برسبكتيف، باعوا الفرق هنا بهاي الصورة. هذه الصورة أي واحد ممكن يصورها، أي مصور يوقف بهذا المكان كان صور نفس هاي الصورة، لكن المصور الناجح واللي يبحث عن يونيك برسبكتيف يحاول يشوف من الامور من زاويه اخرى، وبالتالي راح المصور يوقف هنا ويصور زاويه يونيك تماما ما ممكن اي احد يفكر بها. فتغيير مكانك، تغيير زاويتك، وتغيير زاويه الرؤيه واحده من اهم اسرار نجاحك انت كمصور، وهذه من اهم اسرار نجاح التكوين. خلونا نشوف هنا مجموعة أيضا من الأمثلة، راح نشوف أنه هذه الصورة على اليمين، صورة على اليسار، لمجرد ما غيرنا مكاننا راح نحصل على شيء مختلف تماما.
وهذه استعراض بسيط للزوايا اليونيك أو الأشياء اللي تختلف ونحصل بها من خلالها منظور ممتع. هذا تطبيق خرافي لليونيك برسبكتيف. راح نشوف هنا يعني هذا وين حط الكاميرا يعني هذا ليس معنا. فهذه من نقول هذه يسموها وجهة نظر النوتيلا، وجهة نظر السكينة. راح نشوف أن المصور قرر أنه يستخدم قوة التكوين وقوة البوينت أوف فيو بتصوير صورة يونيك وممتعة وصورة بها شيء ظل تباوع. وهذا وين راح حاط نفسه؟ وين حاط رأسه؟ لمجرد ما غيرنا زاوية التصوير. لهنا شباب نكمل. شلون نقدر نحصل على يونيك برسبكتيف أو شلون نقدر نحصل على خلفية بها تفاصيل أقل ما يمكن؟ ونرجع لي الأشياء اللي حكينا عليهم البارحة، أنه عفواً أنت كل ما استخدمت زاوية بعد بؤري أطول، أي عدسة بيها الزوم أبعد، زاوية الرؤية راح تقل، وبالتالي راح تلغي أي مشتتات موجودة داخل الصورة وتركز باتجاه واحد. لذلك دائماً إحنا نحاول الأشياء اللي تكون أكو مشتتات بالصورة هواية إحنا ما نريدها، نستخدم عدسة بيها بعد بؤري طويل. أما إذا عندي مشهد لاندسكيب وشيء عريض وواسع وأريد أطلع المشهد كله، راح نستخدم عدسة وايد أنجل حتى نحصل على زاوية أوسع. الآن البوينت أوف فيو أيضاً، أو استخدام العدسة اللي بيها الزوم، أو أنه إحنا نتقرب من الجسم اللي نريد نصوره، يساعدنا حتى نروي قصة أفضل عن الصورة والمكان اللي إحنا نصور به. وهذه واحدة من نقاط قوة التكوين. الآن لو نشوف هذه الصورة، صورها من بعيد، الزاوية مالتها واسعة، فعلاً هم موجودين ضمن البيئة مالتهم، لكن مدى أفهم شنو القصة، مدى أقدر أعرف قصة شيء معين من الصورة، أو بعيدين مدى أقدر أشوف التفاصيل مالتهم. بينما من نقرب الصورة بهالطريقة، لا، هنا أنا راح تختلف عندي القصة من داخل الصورة، راح أشوف أزياءهم، راح أشوف ملابسهم، أشوف الأشياء اللي لابسيها، أقدر أعرف شيء عن ثقافتهم، شيء عن الفولكلور مالتهم. كل هاي الأمور أني قدرت أعرفها أو أحصل عليها من خلال اختيار زاوية أضيق أو زاوية صحيحة وبعد بؤري صحيح، وتقربت من الجسم حتى أحصل على point of view ممتع للعين. هنا أنا أيضاً شباب، بس للتأكيد أمورنا تمام، أهل اليوتيوب شلونكم؟ لازم نسلم عليكم هواية. يلا نكمل. الآن لو نشوف هذه الصورة وهذه الصورة، منا إحنا دنشوف المشهد كله بشكل أوسع، تفاصيل كبيرة بالصورة، لكن إذا تقربنا واقتطعنا جزء من الصورة أو استخدمنا بعد بؤري أطول، راح نقدر إحنا نروي قصة أفضل عن هذا المكان أو عن الحدث اللي بيصير عندي. هنا أنا من بعيد أنا مثلاً ما أقدر أعرف الأعمار مال الزرافات، أكو بيها كبير صغير أنثى ذكر أطفال، هل هذا قطيع عائلة، شنو هذه، شنو القصة اللي ممكن أحصلها. لكن هنا أنا ممكن أنا أحدد هواي أشياء، فرواية قصة أفضل من خلال التكوين واحد من أهم أسرار نجاح الصورة تكوينياً. ايضا هنا لو نشوف انه اختلاف التكوين واختلاف زاويه الرؤيه واختلاف توزيع الكتل راح يروي لنا قصه اجمل وقصه افضل. الان هذا المصور اني من باوعت على هاي الصوره ما اقدر اتخيل حجم المكان اللي هو موجود به، ما اقدر اعرف المكان اللي هو واقف به وضخامته وارتفاعه، لكن من اجي اصور الصوره من هذه الزاويه، لا، راح اشوف هذا من صاعد، شو وصل هنا، شنو الزاوية هذه، شنو الارتفاع الواقف عليه. فاختيار زاوية الرؤية عنصر من عناصر نجاح التكوين، وانت لازم تحدد هل الصورة مالتك مشتتات بيها هواية بالخلفية وتريد تركز على شيء واحد، تستخدم عدسة زوم، او انت تتقرب او تقتطع جزء من الصورة. لا، انت الخلفية مالتك والمكان بتفاصيل هواية وتريد تشوفها للناس حتى تروي قصة أفضل عن هذا المكان، فتستخدم الزاوية الأوسع.
ايضا هنا خلينا نشوف هذا مثال ايضا عن اختلاف الزاويه. اذا استخدمنا الزاويه بهذه الطريقه، الان ما اعرف شنو هذه، ما الصوره تكوينيا ضعيفه، لكن من نتقرب بهالشكل لا راح يتحول عندي التكوين او العنصر العناصر داخل الصوره تختلف، فاقدر اني اروي قصه افضل عن هذه الصوره. اقدر اسوي زوم، اقدر اقرا الكتابات الموجوده، اقدر افهم شنو هذا المكان او شنو اللي يصير. هنا أنا ايضا راح نشوف انه لو مصورين الصوره بهذه الزاويه ما راح اقدر افهم شيء عن عن قصه الصوره، او ما راح اقدر افهم شنو هذا المكان. لكن من اجينا واخذنا اللقطه بهذه الزاويه، لا راح يكون عندي روينا قصه افضل للصوره. نرجع ونقول اختيار الزاويه واختيار العدسه واختيار مدى الرؤيه اللي نصور به لازم يساعدنا حتى نروي قصه افضل عن المكان، وننطي عناصر اجمل واكثر للمتلقي حتى يفهم قدر الامكان شنو اللي موجود بالصوره، وين متصوره هذه، ليش متصوره بهالطريقه. ايضا شويه ناخذ امثله اسرع. هنا انا راح نشوف هذه الصوره الان بهذه الزاويه، لو ما اخذيها من هذا الاتجاه ما راح نقدر نعرف شنو قوة وضخامة هذا المكان أو هذه الجزئية، لكن من نجي ونصورها بالصورة اللي موجودة على اليمين راح نشوف أنه إحنا قدرنا نروي قصة أجمل عن هذا المكان. راح نحس بالارتفاع مالته، ضخامة المكان، صعوبة الوصول إليه، وصعوبة بناء هذا المكان. في حين إذا اقتطعنا جزء من الصورة مثل ما موجود هنا مو ممتعة، ما بيها شيء مهم بالصورة. فراح نشوف هنا الفرق بين الصورتين والفرق بين البوينت اوف فيو شقد مهم. اوكي، الان راح نروي من خلال اخذوا لها صورة، هذه التوبيك جدا مهم. الان احنا روينا قصة افضل من خلال التكوين ومن خلال زاوية الرؤية. الان راح نروي قصة اكبر من خلال تغيير زاوية التصوير أو من خلال تغيير التكوين. خلنا نشوف شلون نقدر نروي قصة أكبر وأفضل وأشمل من خلال التكوين. الآن لو نشوف هذه الصورة أمامنا، راح نباوع على مشهد جدا عام كبير، ما أقدر أفهم شنو هذه التفاصيل اللي موجودة، لكن مع تغيير زاوية الرؤية وتغيير اتجاه الرؤية والعدسة اللي دا نستخدمها، راح نشوف شلون راح نقدر نروي قصة أكبر عن المكان أو عن الحدث أو عن الأشياء اللي موجودة هنا. وإذا تقربنا أكثر راح نروي قصة أخرى وقصة أعظم عن الحدث اللي بيصير. وهنا أيضا إذا نزلنا بالزاوية شوية راح نقدر نشوف العدد، لكن بنفس الوقت راح نفهم شنو هو. الآن لو نرجع للصورة الأولى راح نشوف إنه اللقطة زاوية واسعة، انطتني الاعداد كلها بس ما اقدر تعرف هذول شنو، ما اقدر اعرف هل هو هذا مي وذني شنو هذه الاشياء، ما اقدر اشوفها. لكن من وصلنا هنا نزلنا بزاويه الرؤيه قدرنا نشوف العدد كله، بس بنفس الوقت قدرنا نفهم شنو هذني حتى نتخيل عدد البطاريق اللي موجوده بهذا المكان. ايضا هنا راح نشوف شلون نقدر احنا نروي قصه اكبر واشمل من خلال التكوين ومن خلال الزاويه. يعني الان اذا استخدمنا هذه الصوره بعدسه بعدها طويل ووقفنا من بعيد وصورنا، راح نصور جزء فقط من البطاريق، ما قدرت تتخيل الحجم مالتهم، لكن من صورتهم بهالطريقه وبهالزاويه ومن هذا المكان وبهذه العدسه قدرت اني من خلال التكوين ومن خلال توزيع العناصر اروي قصه اكبر واشمل من القصة الأولى. تمام، الآن خلي ننتقل إلى الكمبرس أو ننتقل إلى الضغط، ضغط الخلفية على العنصر اللي دا نصوره إحنا شلون يقدر نساعدنا بالتكوين. الآن لو نشوف هذه الصورة قدامكم مثل ما أنتم تشوفون، الصورة متصورة بزاوية عدسة بزاوية واسعة من منظور العين، من زاوية النظر الطبيعية احنا واقفين طقينا صورة وانتهى الموضوع. لكن لو نرجع للحكي مالتنا البارحة
ونتذكر العدسات مالتنا، شلون العدسات اللي بيها بعد بؤري طويل شلون يضغط الخلفية على العنصر اللي احنا بنصوره، راح نقدر نحصل على هذه الصورة اللي تكوينيا اقوى بمئات المرات من الصورة الاولى. هنا أنا راح نشوف انه الاهرامات انضغطت وتقربت على الشيء اللي انا دا صوره، هذا الجمل الموجود والراعي اللي موجود ايضا على اليمين بالصورة شفنا الحجم مالتش قد صار صغير، وقدرنا ننطي احساس بمدى ضخامة الاهرامات قياسا الى الجمل اللي احنا دا نصوره. هاي العملية هي فائدة ضغط الخلفية من خلال تصوير بعدسات البعد البؤري الطويل او عدسات الزوم. امورنا تمام شباب؟ تمام شباب تمام، حتى نكمل. اهل اليوتيوب شلونكم حبايب؟ اوكي تمام، التيم مالتي شباب تمام، صورة يمك ممتاز. خلينا نكمل، شوفوا الشباب بالشات ايش يقولون. جيد جيد اوكي، عاشتيكم جيد. الان راح نشوف ايضا نكمل عن ضغط الخلفيه عن على العناصر، شويه نستعرض اشياء بشكل اكبر. راح نشوف بمجرد ما استخدمنا عدسه بها زوم راح نقرب الخلفيه على الاشياء اللي نصورها، وبالتالي الجبل تقرب على البنايات، في حين هنا راح نشوف الجبل جدا بعيد، وهذه ايضا خاصيه ممكن انت تستفاد من عندها اثناء التصوير. وهذه امثله لضغط الخلفيه على الجسم اللي احنا نصور. لقطات ممكن تساعدكم تكوينيا، ممكن تشوفون شلون متوزع العناصر وشلون متوزع الكتل داخل الصوره. جيد، الان راح نجي الى اهم نقطه واهم فقره اللي الكل يوقع بيها كاخطاء، اللي هي القطع. 90% من مشكلة المصورين ما يعرف يقطع الصورة مالته بشكل صحيح، والآن راح نتعلم شلون نقدر نقطع الصورة بشكل سليم. وحضر السكرين شوت مالتكم، خلنا نشرب ماء برخصة. يلا خلنا نشوف ليش احنا نقطع، ليش نقطع الصورة. أول شيء نقطع الصورة حتى نوزع العناصر مالتنا بشكل منطقي. أيضاً نقطع الصورة لأغراض فنية، أنا أريد أخلي العين تتحرك داخل الصورة بالطريقة المناسبة إلي، أريدها تروح بالمكان اللي أنا أريد تروح العين عليه مباشرة. مشتتات عندي بالخلفية أريد أضغطها، أريد أتخلص من عدها، ما قدرت أصور بعدسة زوم من بعيد حتى أتخلص من المشتتات أثناء التصوير، من الممكن أني أسوي كروب أو أقتطع الصورة أثناء بعد التصوير حتى أخلي الصورة مالتي تكون متوازنة. الآن خلونا نعرف أنه إحنا السنسر مالتنا أو حجم الصورة مالتنا هو 1 إلى 1.5، يعني ارتفاع 1 و1.5 العرض، تمام؟ حتى فقط نتخيل أو نعرف الأشياء شلون راح نقطع. هذه القطوعات هي أهم القطوعات اللي لازم أنت من تبدأ على أقل تقدير مشوارك من خلالها. يعني أنت إذا ما كنت متمكن من التكوين ومتمكن من القطع وما تعرف شنو القياسات اللي تقطع بيها، فهذا المخطط هو أنسب طريقة حتى أنت تقطع بشكل سليم وشكل صحيح. لذلك اللي لازم نسويه أخذ السكرين لهذه الصورة حتى تخليها كجايد لك أثناء القطع. يعني إما تقطع الصورة بالخط الأحمر اللي هي نسبة 16:9، أو تقطع الصورة بنسبة 1:1.5 اللي هو الخط الأزرق اللي هو الصورة الطبيعية اللي راح تجيك، أو 8:10، أو 4:3 اللي هو القطع مال الإنستغرام، أو 5:7، أو 1:1 اللي هو المربع. وهذه القياسات ممكن تكون بالعرض أو تكون بالطول، فأخذوا لها سكرين مرة ثانية من تريد تقطع، حاول تتقيد بالقطع مالتك خلال هذه القياسات. يعني لا تجي تخلي القطع مالتك مثلا أو الخط مالتك هنا بين الأحمر والأزرق، راح تكون ما متوازنة.
الا اذا كنت وصلت الى مرحله وكنت انت متمكن من القطع، فذاك الوقت انت راح تتصرف بالطريقه المناسبه لك. راح نشوف هنا هذا القطع الان، هذه الصوره هي اذا ردنا نقطعها احنا بقطع، هذه مصوره اذا ردنا نقطعها بقطع 16 الى 9 راح نقطعها بهذا الشكل، راح نشوف شلون صارت اجمل، ملئنا الاطار صارت احلى وانطتني رزانه اكبر وتكوينيا صارت اجمل. وهذا القياس اللي هو اشبه بقياس البانوراما او اشبه بقياس الصوره السينمائيه، نحسها انه كانما لقطه من فيلم سينمائي. ايضا راح نتعلم انه احنا شلون نقدر نقطع للاغراض الفنيه او لاغراض انه حتى اخلي العين تجي بمنطقه معينه وفق ما انا اريد، وين العين تروح، وين العين تتحرك. الان لو نشوف هذه الصوره اذا اجينا وردنا نقطعها بهذا الشكل، استثنينا اشياء اجزاء من اليمين من اليسار واجزاء من فوق وفقا للقياسات اللي شفناها بالمخطط الاول، راح نحصل على هذه اللقطه اللي فرق شاسع عن مجرد انه احنا صورنا بهذه الزاويه. حركة جدا بسيطة، مجرد انه احنا سوينا كروب وقطعنا، حشوف شلون صارت الصورة اجمل والعين يعني تحركت بانسيابية اكبر وصارت الصورة ممتعة للعين بشكل اكبر. امورنا تمام؟ ممتاز. ايضا راح نشوف هذه اللقطة الان اذا اردنا نقطعها، راح نجي عندنا هذه القطوعات اللي من الممكن نقطع من عندها أشياء، الجزء من فوق اليمين واليسار نستثني، جوا نستثني، حاول نغير عملية القطع إلى أن راح نحصل على هذه اللقطة، ونسبة الطول للعرض بعدها تخضع إلى المخطط الأول اللي قلت لكم أخذوا إلى سكرين. أيضا هنا راح نشوف أنه أكو زيادة بالمساحة من جوا ما لها داعي، نرجع للمخطط الأول مالتنا نشوف الصورة ضمن يا قياس أو ضمن يا نسبة تكون مناسبة، راح نشوف أنه هذا الجزء اللي من الأسفل من الممكن نستغني عنه، راح تكون الصورة بهذا الشكل أجمل وأكثر هدوءا أثناء المشاهدة. هنا أيضا راح نشوف أنه المساحة العلوية للسماء ما لها داعي، من نقطع راح نشوف شلون التقرب والغاء الزيادات اللي ما لها داعي واللي ما تقدم شيء لقصة الصورة، راح نشوف شلون أجمل أثناء المشاهدة. أيضا هنا راح نباوع هذه الجزئين، شوفوا شوية من اليمين وشوية من اليسار بيها زيادة، راح نشوف الفرق بين الاثنين أثناء التصوير، يعني هذا الجزء الزايد اللي من اليمين ما له داعي، الرأس خليناه يصير بالنص سنتر، وبالتالي صارت شوية متوازنة أكثر ضمن المخطط الأول اللي شوفت لكم إياه. هنا أنا أيضاً راح نشوف أنه هذه الصورة هي حلوة بهذه الزاوية، لكن أثناء القطع من الممكن تكون أجمل، خلينا نشوف شلون إذا قطعناها بهذا الشكل راح تكون أضيق أقل، تنطيني تركيز أكبر وتخليني أركز بمكان واحد بشكل أكبر. هنا أنا أيضاً راح نشوف هذه الصورة شاملة بها هواي تفاصيل ما بها شيء يعني ملفت للعين، بمجرد ما إحنا نقطع ضمن إطار 16 إلى 9 أو المخطط الأول اللي شفناه، راح نشوف هنا الصورة أجمل بمليار مرة من الصورة الأولى، وإحنا كل شيء ما سويناه مجرد قطعنا جزء من الصورة. أمورنا تمام؟ جيد. الآن أيضاً هذا مثال آخر راح نستعرضه، راح نشوف أنه هنا هذا الجزء المظلل يمين ويسار ضغطناه شوية حتى نحصل على تكوين شوية أجمل وتقرب أكثر للصورة، والعين مالتنا تنحصر بشكل أجمل ونخليها تكون ضمن واحد من المخططات أو القياسات اللي إحنا نخططها. هنا هذا مثال ممتع صراحة، راح نشوف قوة القطع شلون ممكن يغير لنا الصورة جذرياً، راح نباوع انه هذه الصوره هذا الجزء هو اهم جزء موجود داخل الصوره، اذا صورناه بهالطريقه راح نشوف شلون الصوره اختلفت جذريا عن هذه الصوره الاولى، اختلاف جذري. هنا صوره مال واحد شلون ما كان طقها، هنا صوره مال واحد ابو مصلحه بروفيشنال والناس تقول له استاذ دخيلك علمنا صورك حلوه، هو كل شيء ما صور، هو مجرد انه اجى قطع الصوره بشكل صحيح. هاي واحدة من الشغلات اللي تتفيكون بها على العالم حتى تطلع الصور مالتكم ممتعة على اللي وراء. أيضا هنا أنا راح نشوف هذه الصورة، هذا مثال ممتع للقطع.
شوفوا الصورة بيها مثلث أو بيها هذا الخط اللي هو يقسم الصورة إلى نص مثلثين، لكن من زاوية واحدة من الأعلى صاير المثلث مجاي بالركن حيل، فتشوف الصورة أكو بيها خلل، أكو بيها خطأ تكوينياً مو مريحة. بمجرد ما قطعنا هذا الجزء الزايد راح نشوف أنه هنا هذا الزاوية أو هذا الخط امتد من الركن الأسفل للركن الأعلى وسوالي الصورة عبارة عن مثلثين لمجرد إحنا قطعنا الصورة. هذا أيضاً مثال آخر للقطع، راح نشوف أنه إحنا إذا تقربنا راح ينطينا شيء أجمل بعد القطع. هنا أنا أيضاً من راح نقطع راح ناخذ هذا الجزء فقط من الصورة، راح تطلع عندنا الصورة هي. هذه أيضاً راح نشوف أنه الصورة بها زيادات من الأسفل ما لها داعي. أول شيء عدلنا خط الأفق، خلينا الصورة تكون عدلة، ومن ثم قطعنا الزيادات بهذا الشكل، هذه الأجزاء المظللة راح نحصل على هذه اللقطة بشكل أجمل. أيضاً مثال آخر لقوة القطع، راح نشوف هنا الصورة هنا إذا قطعناها راح تكون بهذا الشكل أجمل. مثال آخر عن قوة القطع، زوائد من فوق ما نحتاجها، قطعناها هذه الصورة وحصلنا على مشهد أشبه بالبانوراما. أيضاً هنا عندنا زيادات بالمساحة العلوية ما لها داعي، وبالمساحة السفلية ما لها داعي، قطعناها بهذا الشكل حتى نحصل على لقطة بانورامية جميلة للعرض. هنا أيضاً هذا مثال آخر على القطوعات، نشوف هذه الصورة هنا بينما نشوف هذه اللقطة هنا، نقدر من خلال القطع نحصل على لقطة بانورامية جداً ممتعة للعين. هذا أيضاً مثال للبانوراما من خلال القطع. البارحة علمتكم شلون تحصلون على بانوراما من خلال التصوير، إنه إحنا نصور مجموعة لقطات وشوفتكم الهيد مال البانوراما وشلون إحنا ندمجهم. هنا اليوم راح نتعلم شلون نحصل على لقطة بانورامية من خلال القطع للصورة. فهذه الفروقات بين الاثنين، بالأولى راح نحصل على كواليتي جداً عالي، هنا راح نقلل شوية من الميجا بيكسل لأنه راح نقطع أجزاء من الصورة، لكن أيضاً الصورة راح تبقى قابلة للاستخدام، قابلة للطباعة، لأنه مثل ما قلنا 24 ميجا بيكسل جداً كافية بالنسبة لاستخداماتنا. نانا أيضاً هذه كلها بسبب القطوعات، راح نشوف أنه نقدر نحصل على لقطة بانورامية بسبب القطع. ممتاز الشباب اللي يقولون الأمور تمام، عاشت إيدكم. أيضاً هنا راح نشوف البانوراما والقطع البانورامي شلون ممتع للعين وشلون يسوينا شيء مهم. هنا اللي هو التطبيق مال البارحة اللي حكينا عليه، اليوم شوية أنطيكم تفاصيل أكثر عنه لأنه هواي أصدقاء يسألوني عليه، وأنا صراحة كلش أحب أصور بهالطريقة. هنا شلون نقدر ناخذ ثلاث صور بالطول، ثلاثة أو أربعة بمكانات شوية مختلفة، بعدها أدمجهم حتى أحصل على هذا المشهد البانورامي الكامل بريزوليوشن جداً عالي. هذا أيضاً مشهد بانوراما يحتوي على أكثر من أربع صور، وهذا أيضاً مشهد بانوراما يحتوي على مجموعة صور ينطينا لقطة كاملة. هذه أيضاً صورة بانورامية من لقطتين، وهذه أيضاً صورة بانورامية من مجموعة لقطات. هذه أيضاً لقطة بانوراما، وهذه أيضاً لقطة بانورامية. تمام. الآن خلوا نوقف شوية. هذه صارت يعني هذه المدخل الأول للتكوين من خلال هذه الأسرار أو من خلال تغيير مكان الرؤية ومن خلال تغيير الزاوية مالتنا. راح نحصل على تفاصيل أجمل، راح نحصل على حركة أجمل للعين داخل الصورة، زاوية أكثر متعة للمتلقي، ومشهد بشكل عام ممتع للعين ومهم اللي يشوف الصورة راح يباوع على هذه الصورة بطريقة فنية لأنه إحنا اختارينا زاوية أجمل. فالتكوين يساعدنا على رواية قصة أفضل أجمل، يساعدنا على تقديم يونيك برسبكتيف، يساعدنا على رواية قصة أجمل وأكبر، يساعدنا على توجيه عين المتلقي، ويساعدنا على إعطاء
معلومات أكبر عن الصورة أو القصة مالتنا إذا عرفنا نستخدم الزاوية بشكل صحيح أو العدسة بشكل صحيح.